ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب الدودي سبورت. حلقة اليوم النهاردة بتفاجئنا كل المفاجآت، بس قبل ما نخش على المفاجآت وقبل ما نعرف كل حاجة في مفاجآت حلقة اليوم، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله بإذن الله إلى 3000 لايك. بنجح بيكم بدعواتكم، وبإذن الله بإذن الله أكون دايماً عند حسن ظنكم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على 3 أخبار مؤكدين 100% فيهم خبر بصراحة احنا مش عارفين نعمل ايه. الخبر الاول وهو الاهلي بطلا للسوبر لكرة اليد ويطير الى كاس العالم للاندية. انا نفسي اعرف حاجة بطولة العالم للاندية، انا نفسي اعرف حاجة بجد. طب اليد رح طلعنا منها، طايرة خسرنا منها، قدم بنخسر منها، كرة ماء بنخسر منها، انا متهيئ لو لعبنا بالشارع برضو هنخسر منها. انا نفسي اعرف حاجة. الاهلي يفوز على الزمالك 27-24 ويطير الى بطولة العالم للاندية. ده حتى كرة الطايرة النادي الاهلي بدأ يغير من لعبة النادي الاهلي بتاعت القدم. قالت لك اشمعنا التيم ده بيروح لبطولة العالم للاندية واحنا لا؟ تعال النهاردة ندق نادي الزمالك ونديله 27-24 علشان يطير الى بطولة العالم للأندية، وهو النادي الأهلي اللي يكتسح كل الألعاب الرياضية. الخبرين التانيين وهو قرار من وزارة الشباب والرياضة برحيل سيادة الموسيقار مرتضى منصور، علشان هو مش عايز يحل نفسه من نادي الزمالك والجمعية العمومية، وقرار وزاري. لو الراجل ده ما مشيش احنا هنحل مجلس إدارة نادي الزمالك علشان نرحل هذا الموضوع ونكتسح هذا الموضوع، علشان يكون اقرب جمعية عمومية يعملها في نادي الزمالك في انتخابات في شهر 7 اللي كلها شهرين، ويجي ينزل في انتخابات وينجح تاني ويبقى الوضع على ما هو عليه. انا بصراحة مش عارف النادي او رئيس النادي او مجلس إدارة النادي او إدارة النادي او اللجنة الفنية او الجمعية العمومية، كل ده يا جماعة هيودونا لفين مع سيادة الموسيقار اللي خلاص كل مدى في النازل، والدنيا بقت بتتصعب والدنيا بقت بتوحش والدنيا انا مش عارف بصراحة الدنيا او مود نادي الزمالك هيودينا على فين. النادي الوحيد اللي غيروا رؤساء نادي، النادي الوحيد اللي غيروا جماعة عمومية، النادي الوحيد اللي عمل، النادي الوحيد اللي سوى، مش ممكن مش ممكن. محدش بيسمع علينا خالص غير الناس اللي في مصر كلها او الاندية المصرية كلها، علشان هو في نادي الزمالك عايز يجمد النشاط الرياضي بنادي الزمالك علشان الدنيا يبقى ليها قومة والدنيا تبقى خراب والدنيا تبقى سداح مداح بمعنى الكلمة. انا بصراحة مش عارف النادي هيودينا على فين، علشان بس الناس كلها تكون عندها علم، هل سيادة الموسيقار هيودينا على فين؟ المدير الفني لنادي الزمالك وهو أسيري طالب لعيبه، طلبات أسيري طالب لعيبه. طب انت طالب لعيبه بناء على ايه ومفيش فلوس ومفيش امكانيات ومفيش هتجيب بناء على ايه؟ ومين هيصرف ومين هيدفع ومين هيعمل ومين هيسوي؟ يا عم أسيري انت جاي نادي الدنيا فيه واقعه، انت جاي نادي الجمعيه العموميه مش موجوده، انت جاي نادي رئيس نادي الزمالك في مشاكل وفي وجع قلب، ورئيس نادي الزمالك يعني بصراحه مش عارفين هل أسيري هل هيعمل ايه؟ هيرحل ام لا؟ هيقعد ام لا؟ كل الكلام ده الفتره اللي جايه هنعرفه، والفتره اللي جايه ايه اللي هنكون فيه، المود اللي بنتكلم فيه في كل الاشياء الاساسيه بالنسبه وخاصه لنادي الزمالك. انا بصراحه مش عارف احنا هنروح على فين، انا بصراحه مش عارف اقول ايه. وان شاء الله باذن الله كده اكون وصلت لنهايه حلقتي. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 3000 لايك باذن الله. بنجح بيكم وبدعواتكم، وان شاء الله باذن الله انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدودي سبورت. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب باليوتيوب والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.